نيجي على الصور، انا عندي بكتيريا معطيه فيها ماده وراثيه وفيها بلازميد. طلعنا هون جسر اقتران، شو هو جسر الاقتران هذا؟ اللي هي الشعيره، شعيره الجنسيه، تمام، الشعيره الجنسيه. راحت هون ارتبطت اي مكان؟ لا، ارتبطت هون بمين؟ بمستقبلات بروتينيه. مين بقى؟ مستقبلات بروتينيه. طيب تم التواصل، تم ارتبط عندي الشعيره الجنسيه بالمستقبلات البروتينيه وكوننا الجسر. مين اللي راح ينتقل؟ الماده الوراثيه ولا البلازميد؟ لا، البلازميد فقط حينتقل لوحده. ليش؟ لانه عنده قدره على التضاعف ذاتيا وعنده قدره على الاندماج مع الماده الوراثيه. طيب اذا راح اشوف كيف راح ينتقل. انا هون راح احكي بدء انتقال احدى حلقتي البلازميد الى البكتيريا المستقله عن طريق جسر الاقتران. انا راح اتخيل هذا البلازميد مثل كرة خيوط الصوف. إذا أنتوا شلتوا منها خيط ضل هون الكرة، نفس الشيء هاي كرة الصوف، أنا شلت منها خيط، تمام؟ هذا خيط من البلازميد، صح؟ نرجع نتذكر شو خصائص البلازميد؟ قدرته على التضاعف ذاتياً. إذا هذا الخيط اللي أنا مديته تضاعف ذاتياً وكون لي بلازميد كامل. الكرة الأصلية اللي أخذت منها بلازميد صارت ناقصة؟ احنا حكينا لديه قدرة على التضاعف ذاتيا، فبيرجع بيتضاعف ذاتيا وبيرجع بلازميد كامل، تمام؟ اوكي. اذا تضاعف البلازميد في كلتا الخليتين، الخلية المانحة والخلية المعطية، البلازميد تضاعف وصار بلازميد كامل.